مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بسحب جديد مع اللوتو اللبناني. قال عم بيطمنونا مصلحة الأرصاد الجوية انه بكره في عاصفة. اذا استعملنا شوميني، ايرشو، شوفاج، دفاية، شو اسمه وجاء سوبيا، كيس مي سخنة، شو كل وسائل التدفئة المعقولة تفكروا في الدق، هيك في شيء اسمه الدق كمان، كل شيء معقول تفكروا فيه ما بيدفي قد انه تربحوا جايزة اللوتو اللبناني لتعدت المليارين ليرة. ساعتها ليكوا شو بتمرقوا بمراحل، بتعبقوا، بتشوبوا، بتعرقوا، بترجعوا بتبوردوا، بترجعوا بتغبوا، بترجعوا بتقوموا، يعني كل وسائل العبقة رح توصل لعندكم. وفي أحلى من هيك عبقة، عبقة المليارين ومية وثلاثة وسبعين مليون وخمسمية وواحدة وثمانين ألف وأربعمية وسبعة وثلاثين ليرة لبنانية. شو حلو بزمن العيد تنربح الجائزة المرتبة الأولى. جائزة المرتبة الثانية أكيد أكيد أكثر من 130-150 مليون ليرة، ولكن جائزة تراكم بس 53 مليون و 633 ألف و 295. أما بالنسبة لزيد بالسحب رقم 1465 فجائزة زيد تعدت ال 65 مليون ليرة، ونحن مبلشين بجائزة جديدة. نعم 35 شو قلت؟ 65. واو، عم فكر بعقلي ب 65. 35، هلا إذا صارت 65 مش غلط أبدا جمعة الجاي. اليوم السحب أوريجينال لأنه عم نحكي عن سحب رقم 1465 لليوم الخميس دوز. أنا عادة بتفائل بالأرقام 12/12/2016 مش غلط. ستة لازم سلم مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وسحوبات اللوتو اللبناني. أهلا وسهلا فيك ستة راز. أهلا وسهلا فيك. بكل تفاؤل اليوم كل الناس لعبة وكلنا عم نجرب حظنا بالسحب الجديد. إلى مكانة اللوتو مع نفس الطابات 42 لا بيقلوا ولا بيزيدوا. مع مرور سنين هودي هن طابتنا. نبلش مباشرة مع أول طابة. أول طابة لليوم رح تحمل الرقم 30. إذا الطابة الأولى رقمها 30. الطابة الثانية 36 30 36. الطابة الثالثة من الطابات الأساسيات رقمها 26 30 36 26 36. الطابة الرابعة من الطابات الأساسيات بتحمل الرقم 29 29 30 26 36. حلوين الطابات لهلا. الطابة الخامسة بتحمل الرقم 5. هيدي الطابة الخامسة رقمها 5 وبيبقى عنا بعد طابات 2. الطابة السادسة 25. حلوين 25 30 36 26 30 بعقد الطابات. هلا انا ما صبت ولا وحده بس انه حلوين. الطابه الاضافيه لجائزه المرتبه مش معقول الثانيه 35 35 35. هودي هن طابتنا حلوين اوريجينال مميزين بس كله ما بيهم لانه قد ما يكونوا حلوين الطابات اذا ما حدا انصابهم ما بيمشي الحال. بدري لابسين هيك نفس اليوم هلا تلاحظت. هيدا بالنسبة للوتو اللبناني. رح ننتقل من مكانة فينوس اسمها دخليك إلى مكانة توباز. ليكو نحن مكانتنا شو كلاس. فينوس توباز. تنشوف مكانة توباز إذا رح تبيض الوجه أو ما مع خبرنا. أول طابة لليوم تحمل الرقم 2. الطابة الثانية بتحمل الرقم 4. 2 4. الطابة الثالثة رقمها 5. عم نطلع شوي شوي 2 4 5. 2. والطابة الأخيرة 5. 2 4 5 2 5. أو الرقم كامل هو 52542. طابات اللوتو وطابات زيد 12 طابة نزلن كلهم بالمكانتين.
مين ربح مين خسر، راح تتأجل الجائزة أو راحت الجائزة أو راح تتراكم، كل هول بعد البريك. خلصنا من هالقصة بقى، ما قشروا لي كيهن. تخلصي من كابوس تنظيف لقريدس، أطيب وأفخر قريدس من سيبلو، مقشر منظف ومسلوق لتقدميه بدقايق. كتر خيرن. سيبلو، خبرتنا بحر. Our lives are shaped by the choices we make. Some can affect a moment. Others, a lifetime. They define our destiny. And bring a spark into our lives. Making the right choice can turn every moment into an everlasting memory. Antoine Saliba World of Jewelry. Every piece adds a memory to your life. هيدا هو بيتك، هو لي كل أحلامي، هو لي أفراحي، وحدة السعادة ترسم عوشي بس في وين ما كان. تملي لي قلبي بيتي أشمل مع استقبال. بما إني ممثلة فكل دور جديد هو بداية جديدة ليا، وده دايماً بيخليني أغير ستايل شعري ويخليني أعرض شعري للمواد الكيميائية اللي في المعالجات. نقدم لك شامبو فاتيكا الجديد والمطور المستخرج 100% من الطبيعة ليساعدك على تجديد شعرك من الجذور وحتى الأطراف. بعد ما استخدمت شامبو فاتيكا الجديد بحس إن شعري بيغني كل يوم. شامبو فاتيكا الجديد والمطور بمكونات مستخرجة 100% من الطبيعة. فنجان كابوتشينو مزبوط من ترابيكا مع الكريمة الغنية ورشة الشوكولا. ترابيكا كابوتشينو، عيش يومك بطوله. مين في هون؟ هيدي أنا. كعفاف نقستيني، شو عم تعملي هون؟ عم بنشر غسيلاتي. ليش في أحلى من ريحة الفل؟ شو رأيك؟ رأيي صار بديك شوية شطارة. بونيكس بعلبته الجديدة بيقدم لك نظافة وريحة حلوة وخفيفة على الجيبة. بونيكس نظافة ريحة توفي. انت بعدك بتحلق بالطريقة القديمة؟ جرب جيلات بلوتو بلاس، فيها شفرتين بطبقة من الكروميوم وشريط مرطب بيشتغل بمجرد ملامسته للمي. رح تتفاجأ من سلاسة بلوتو بلاس بالحلاقة، حتتفاجأ أكتر من سعرها المناسب، لأنه بلوتو بلاس تدوم حتى 4 مرات أكتر من ناس التو. جيلات بلوتو بلاس، حلاقة سلسة جداً وبسعر مناسب. جيلات، ما يستحقه الرجال. شو جديد عيلة آدم؟ أكلنا بسرعة، بس هلأ شوفوا هدول المخيفة، بدها نقع ليوم النقع. بدها نقع 10 دقايق بس. فيري بلاتينوم أوي لدرجة بيقضي على الدهون الصعبة 4 مرات أسرع. مين قال نقع ليوم النقع؟ 4 مرات أسرع بالقضاء على الدهون الصعبة. شاكيرا بتقدم كريست 3D وايد ديلوكس، ولو ما كنت تحت الأضواء ممكن تجيك الفرصة بأي لحظة، لهيك سلمي ضحكتك لـ 3D وايد ديلوكس. بيزيل حتى 90% من البقع وبيساعد على منع تكونها من جديد، لأن ما في شيء بيخطف الأضواء قد ابتسامة الـ 3D White. كريست 3D White Deluxe، مع ابتسامة بيضة الحياة بتضحك لك. الجديد والمطور بيتحدى أصعب البقع الناشفة وبيزيلها من غسلة وحدة. شفت بعيني واقتنعت إن إيريال بيديكي أحسن إزالة للبقع الناشفة ومن غسلة واحدة. تتلبك بالحسابات هالسنة، كل بيت رح يعيد.
والفضل لفهد يور سنتر الرابيه، لانه عندهم ارخص الاسعار بهالعيد وعلى كل عيد. فهد يور سنتر الرابيه دايما الارخص دايما. بدنا نرحل لوحد. ايه تهربي معي ونتجوز كسندريا؟ لك جايزه رح تتجوز انت، قميص ما بتعرفي تغسلي. هلا بعزل دراما ليه؟ بعد في دراما اكثر من هيك. البطوله للمسحوق وظهور خاص لخلطتنا السحرية وأكشن دي آن. النهاية أكيد أحلى مع تايد. بياض أنسع بلا خطوات إضافية. شو حلو، شايفة شو مقفها؟ مع تايد في الغسيل مفيش مستحيل. كابوتشينو تورابيكا مع الكريمة الغنية ورشة الشوكولا. ترابيكا كابوتشينو، عايش يومك بطوله. فلام دو موكارزيل نوفيل كوليكسيون. مين ربح باللوتو؟ مين خسر باللوتو؟ أكيد في ناس خزقت ورقتها، واكيد في ناس ربحت وما خزقت ورقتها. رح نعرف كل الاجوبه بالتابلو اللي صار حاضر، بس قبل ومثل العاده بهالوقت ست تريز تسلم بتذكرنا بارقام الطابه. تفضلي تريز. اليوم الاثنين 12/12/2016 صاحب لوتو رقم 1465. الطابات الست الاساسيه 30 36 26 29 5 25، والطابة السابعة الإضافية 35. اليوم كتير حلوين الطابات صراحة، 5 25 35، يعني عن جد الطابات أنا حبيتهم. بس هيدا نشوف إذا في ناس منقيتهم، إذا في عشوائي منقيهم، يعني إذا في مكانات منقية هالطابات تحديدا، تنشوف إذا في حدا ربح أو رح تتأجل لنهار الخميس. تابلو حاضر ورح يبين لنا المراتب ولا مش حاضر؟ حاضر. شو يعني؟ يلا بول ما تحرقصوني. مليارين ومية ربحيت؟ لك شو سائلين هلا بيكون على الفاضي. واو لك التانية شو عالية، 200 مليون تقريبا. نحن قديش قلنا؟ فوق 150. شو حلو شو حلو شو حلو. شبكة واحدة ألف مبروك. 15 شبكة بيربحوا أكثر من 4,200,000، 52,000 أو 53,000 تقريبا بيربحوها أكثر من 1211 شبكة، أما 18,250 شبكة تقريباً بيربحوا 8,000 ليرة. قال بيصيروا يقولوا لي بدهم الأولى. طب صراحة إنه أنا شخصياً الثاني إذا ربحتها 200 مليون من شو بتشكي؟ لك 8,000 ليرة بتفش الخلق. إن ربحت جائزة ليش أنت فول بتضرك يعني؟ إيه ما هيك. إن ربحت جائزة المرتبة الثانية من مكتب رقم 19/33 من عند مؤسسة جوزيف سابا بالبترون. ألف مبروك للشخص اللي ربحها، وإن شاء الله يكون عم يحضرنا وينبسط بها الخبرية بمناسبة العيد. ما عيدنا الناس بمناسبة المولد النبوي، وأحلى شيء بهالشهر إنه في مناسبة المولد النبوي، مناسبة مولد ولادة يسوع المسيح. فإن شاء الله يا رب هيك الأعياد بتضل هالشهر مش بس بلبنان، باللوتو كمان. ست رزيت صاحب زيد رقم 1465 تاريخ 12/12/2016 الرقم الرابح 52,542. كمان رقم حلو 5-2 5-4-2، بس هيدا الرقم بيزيد مش مثل باليومية هلأ بعد شوي أو باللوتو مخربطين ورا بعضهم بتكون صبون. 5-2 5-4-2. تفضل يا أستاذ. يلا أولى أشو 3 أشخاص. يا حرام اللي مفكر حاله ربحانة لحاله. بيطلع له 12 مليون ليرة بعقده 8,000 دولار بيفشوا الخلق أكيد للرقم 5-2-5-4-2. الورقة بتنتهي بالرقم 2-5-4-2 بتربح 450,000، 542,000، 45,000 و4,042. انربحت الجوائز أو المراتب الأولى لثلاث شبكات. أول واحدة من مكتب رقم 1305 بمكتب بعمشيت، تانية والله بترون عمشيت كله هون، تانية 1415 بعين عار، والتالتة
2918 بمنطقة النبطية احنا على جنوب. مرسي بول، بحبكم وقت تعطون المناطق بنبسط فيهم. حلو الربح. ايه اكيد حلو الربح. دي بعد عنا وقت لانه عرواء وعم تتسلوا حصتكم. دغري باي. نهار الخميس. نعم. الاولى مليارين صافي اكثر شوي مع البخشيش هوديك بيروحوا. أي. على الطريق. نعم. ثانيه بنبلش نرجع كمان بال 150 مليون وطلع. زيد 25 وطلوع 32. ماشي ست تريز، انا وياك رح نمشي. مرسي. فينا بلش نمشي من هلا على يوميه. انطرونا باللوتو الخميس ولاقوني هلا على اليوميه دغري. بطولة لبنان بالباسكتبول السنة البطولة ما بتشبع